كليتنا النهارده واللي الكارنيه بتاعها هيعاملك معامله في اي بي وتقدر تخش بيه اي مكان اثري. لو ليك في الفنون والنحت والاشغال والحرف اليدويه يبقى مكانك في كليتنا. طبعا ما ننساش الترميم وحواراته. اهلا بيكم في كليه الاثار. قبل اي حاجه كده لو انت مش متابعني اعرف من نفسك كده ان فاتك كتير جدا، فعشان ما يفتكش اي حاجه من الفيديوهات اللي جايه يا ريت تعمل لايك للفيديو ده واشترك في القناه عشان كل اللي جاي جامد جدا. مش عايز احرق حاجه، فيلا بينا نشوف احفاد حتشبسوت ودكتور زي حواس هنعمل ايه معاهم. هتكلم النهارده عن كليه الاثار، مجازا كده الكليه اللي بترضي كل الناس وكل الشعب. كليتنا بتاخد من طلاب ادبي وعلمي علوم ورياضه. كليتنا النهارده بيطلق عليهم بتوع الاثار، يعني الفلوس. كليتنا جبر للخواطر وبترضي كل الناس، بتاخد من كل الشعب. وطبعا هتقدر تدخل بكارنيه الكليه بتاعك اي مكان او اي متحف اثري من غير اي فلوس خالص، وتخش المعامل بتاعته كمان. شوف بقى براحتك، لو انت عايز تروح الاقصر او اسوان او الاهرامات او المتحف المصري، ده هيدخلك في اي حاجه انت عايزها من غير ولا جنيه. تخيل كده احنا في مصر وما شاء الله عندنا اثار كتير جدا، تخيل انت تكون المرمم للاثار بتاعت بلدك. لو انت بتحب او ليك في البحث والتنقيب تقدر تكون مدير بعثه اثريه، وكمان تكون انت المسؤول عن اكتشاف الاثار بتاعت بلدك. مش كده وبس، كمان تقدر تكون طبيب الحضاره وانت تكون المسؤول عن ترميم الاثار اللي موجوده عندنا. كليتنا زي ما احنا عارفين جبر للخواطر وبتاخد من علم علوم ورياضه وادبي. كليتنا هندرس فيها 4 سنين، اول سنه شبه اعدادي بس ما اسمهاش اعدادي، بتدرس حاجات اساسيه او ثوابت. وكليتنا فيها اقسام متخصصات كتيره جدا بتختلف من جامعه للتانيه، والاقسام منها طبعا قسم ترميم الاثار، قسم الاثار المصريه، قسم الاثار الاسلاميه، وقسم اداره المتاحف، وقسم اداره المواقع، وكمان اليوناني والروماني. تعالوا كده مع بعض ناخد نبذه عن كل قسم. اول قسم هيتكلم عنه هو قسم ترميم الاثار. في القسم ده هتدرس كل انواع الاثار سواء عضوي او غير عضوي او معماري. القسم ده ميزته ان هو عملي ولطلاب علمي كمان، يعني هتدرس حاجات ليها علاقه بكليه هندسه وكليه فنون جميله وعماره. مش كده وبس، وكمان هتتعلم فيه حرف كتير ابرزهم طبعا النحت. وياريت ما تستغربش لو الدكتور بتاعك في المحاضره او في السكشن قالك يا باشمهندس انت بتدرس حاجات من فنون جميله وهندسه وحاجات كده، يعني الموضوع حلو شويه وكبير شويتين. تاني قسم هيتكلم عنه بالنسبه لي ده احلاهم يعتبر، يعني او فيه المتعه كده، هو قسم الاثار المصريه. تدرس فيه كل ما يتعلق بالحضاره المصريه القديمه. مش كده وبس، كمان هتتعلم اللغه المصريه القديمه، هي اللغه الهيروغليفيه، وهتتعلم كمان الكتابه بتاعتها وازاي تقدر تقراها. طبعا لو انت مسافر في اي مكان بتشوف اثار بلدك هتقدر بكل سهوله تفك كده اللوغاريتمات والهيروغليف اللي بيكون مكتوب، لانك اصلا بتكون درسه وفاهم كل حاجه عنه. القسم اللي جاي معانا هو القسم اليوناني، هتدرس كل ما يتعلق بالاثار اليونانيه وعلاقتها بالحضاره المصريه القديمه. القسم اللي هتكلم عنه دلوقتي اسمه قسم اداره المتاحف. قسم اداره المتاحف هتدرس فيه كل ما يتعلق بالمتاحف وظهورها ونشاتها وايه الفايده منها اصلا. القسم الاخير معانا هو اداره المواقع الاثريه. اداره المواقع ده مش موجود في اي جامعه في مصر غير في جامعه دمياط، وهو قسم خاص او بمصروفات، وهتدرس فيه وهتعرف ازاي المواقع اتكونت وازاي تقدر تدير الموقع. كليه اثار في رايي بصراحه يعني هي حاجه رايقه كده. انا واحد من الناس بصراحه انا ما كنتش عارف حاجه عن كليه اثار لحد ما قرات عنها وحبيتها شويتين ثلاثه، لان الواحد لو في المجال الطبي هيحب ان هو يعني يحل كده بحاجه من اثار بلد او كده، اللي هو الواحد زهق من العلاج والفيزياء والكيمياء والدواء ده والعلاج ده والبروسيجر ده. لا، الموضوع حلو جدا لو انت بتحب الاثار. ميزه كليه اثار انك ممكن تشتغل منها حاجات كتير جدا، مدير متحف، مفتش اثار، كمان اخصائي ترميم. طبعا ممكن تشتغل امين متاحف او مدير بعثه او كمان مترجم. تعالوا نتكلم مع بعض كده ونعرف فرص السفر لطالب او خريج كليه اثار. مجازا كده احنا في مصر عندنا ما شاء الله اثار كتير جدا، بالتحديد في الاقصر عندنا تقريبا اكتر من ثلث اثار العالم في الاقصر بس. فانت هتسافر بره هتعمل ايه؟ الناس هي اصلا اللي بتيجي عندنا في مصر. بس لو انت مصمم انك تسافر مفيش اي مشكله خالص، وامرك لله، وهتشتغل في المراكز العالميه للترميم. كليه الاثار من الكليات المهمه جدا وليها مستقبل وحلوه جدا، ومن الكليات المهمه لانها اصلا كليه ادبيه في الاول وفي الاخر. علشان كده لو انت من شعبه ادبي يبقى كليه اثار بتخلص في المرحله الاولى، فمجموعها بيكون عليه شويه طلاب ادب. لكن لو انت طالب علمي سواء علوم او رياضه ما تقلقش، الكليه بتنزل في المرحله الثانيه، والكليه تنسيقها بيبدا من حوالي 75 لحوالي 80% وانت طالع لطلاب الشعب الادبيه، لكن الشعب العلميه من حوالي 70 لحد 75 او ممكن 80% في السنين اللي فاتت. كليه اثار حلوه جدا جدا جدا، بس عايزه معافره انك تلاقي شغل. كليه اثار حلوه جدا جدا جدا، لو انت حبيبها هتحبك جدا وهتديلك، وعايزه معافره عشان توصل لشغلك وتوصل لمركز حلو. وبكده نكون اتكلمنا بكل بساطه عن
كلية الآثار. وفي النهاية طبعا حابب أشكر نورسين أسامة اللي ساعدتني في كتابة سكريبت فيديو النهاردة. لو أنت عندك أي استفسار أو أي سؤال بخصوص أي حاجة في فيديو النهاردة أو أي حاجة مش واضحة اكتب في الكومنتات وإن شاء الله نورسين بنفسها هترد عليك. فاكتب اللي أنت عايزه واسأل براحتك وإن شاء الله نورسين هترد عليك. بس كده فيديو النهاردة خلص. لو استفدت من فيديو النهاردة اكتب رأيك في الكومنتات واعمل لايك للفيديو ده واشترك في القناة عشان الفترة اللي جاية في فيديوهات جامدة جدا. واكتب لي في الكومنتات حابين نتكلم المرة اللي جاية عن كلية إيه بالظبط وإن شاء الله هنصور مع بعض. كان معاكم أخوكم طبعا زياد الحصري وشكرا.